حكم دعاء الخطيب في خطبة الجمعة الثانية، وهل صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو لا مانع والأمر فيه سعة، أما كونه صح عن النبي عليه السلام فالإسناد الوارد في هذا الصدد فيه ضعف، وقد ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، يعني في الخطبة الثانية، ويدعو المؤمنين والمؤمنات، يستغفر المؤمنين والمؤمنات. قال: وهذا ضعيف، لكن جمهور العلماء على العمل به، ويستأنس للدعاء بأن هذا جمع للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النسوة بالخروج لصلاة العيدين حتى الحيض سألته إحدى الصحابيات أم عطية، قالت: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فمن العلماء أيضا والأخبار في ذلك الباب كلها ضعيفة من قال أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب على المنبر وما بين نزوله. ثم عندنا الأصل أن الخطبة لذكر الله، ومن ذكر الله دعاؤه واستغفاره وتعليم الناس كتابه، وداخل ضمنا فيما يفعل في خطبة الجمعة عموماً.